وحنا راح نوريكم طريقه تاع التقطاع تاع الكبش تاع العيد كما جرت العاده في كل عام. انا بالعاني ما حبيتش نقيه لهنايا، خاطرش نورمالمون حنايا في الخدمه تاعنا لازم يكون منقي مليح لهنايا، هنا فيه الشحم. انا بالعاني خليته هكذا باش على اساس الخروف تاع العيد يكون هكذا، باش نوري المشاهد الكريم كل حاجه كيفاش ينحيها. هنا كاين فراغ بين هذا بين الكتف ولي كوتلات والضلوع، هنا كي نحطو هكذا ها شوف كاين فراغ هكذا. طريقه واحده مع الكتف اللي منه والكتف اللي منه، هاي ليك نحيوه لهنا هكذا. ها هنا عندنا في الحانوت نحيوها، هذه نحيوها، هذه نحيوها ها. وعندنا هنايا هنا دوك مفصل، ومن بعد كي نحيوها نجيو لهنا المفصل، هذا المفصل هاي اللي تخرج شغل لهنا هكذا فوق الطابله. نحي له هادو يا هادو نحيهم منهم هكذا. شتي الكوتليتا هادي الاولانيه، هادي نحطو الموس معاها هكذا ونروحو ونزيدو منها هكذا كيف كيف، ونحطو معاها لاكوط هادي حتى الاخر لهنا. هنا كي نحطو معاها من بعد ها شغل مفصل برك ها ها مفصل هذا جيبو نخلوه لهنا. هادي لي كوتلات حنا الأكثرية يحصلوا في لي كوتلات اللي يجيهم صعيب باش يقطعوهم. حنا ماذا بينا شغل يشوف المشاهد الكريم معنا مليح كيفاش يقطع، هي بالك العام هذا ما يجيبهاش العام الجاي يجيبها اللي موراه بالك. هاي كيفاش هكذا بالعقل برك دوكا ها نحيو احنا هكذا. انا هكذا نلقيهم في الباطوار هكذا. انا ماذا بيا ديشي هذا ما يكونش ما نجيبوش هكذا. وانا بالعاني خليت هذا هكذا باش كيجي للمشاهد خاطرش في العيد يخرج لهم هما هكذا. نحيو هذه الجهه ها هذه تكون لي رونيون فيه وتكون الاخر تاعو فيه هكذا. هادو نحطوهم الجهه هكذا يخرج الفيلي صافي. دوك هنايا عندنا مفصل هذا الفيلي، هادو جي قوات حنا نقسموه منا هكذا نحيوهم على هكذا نحيوهم على زوج. فهنايا هذه العظمه لازم تنشق على اثنين، هاي لك شغل كما نقولوا حنا ماشي شغل قروش ماشي الاخر. ومن بعد نقسموا هاد الزعكه الديل تاعو نقسموه على اثنين ها هاي هاو كيفاش يخرج. بون باش نفسروا للناس باش نعاودوا لهم من جديد، هذا الفيلي هذا هو هذا، هذه الرقبه، هادو لي كوتلات، هذا جيكو وهذا الكتف. لي دوكا الحال سخون تخليه يخسر، ماذا بينا مع العشيه قايتك كيما نقولوا حنا مع جهه السبعه تاع العشيه ولا سته تاع العشيه يقطعوا يقدر اسمح لي يقدر يقطعوا هكذا على اربعه ويخليه كيما راهي دوك هنا حنا هكذا يقطعوا، ماشي يقطعوا مرصوات صغار، يقدر يقطعوا على اربعه ويحطوا في الفريجيدار هكذا كيما نقولوا حنا مرصوات هكذا يقطعوها هكذا ويحطوا في الفريجيدار. المهم يقعد ينشف. نوريكم كيفاش نقطعوا الرقبه حنا هنايا حنا نقطعوا لا موين كيما نقولوا حنا ان دوا، وكي نقطعوها ماذا بينا شوف المشاهد الكريم حنا ماذا بينا الضربه تكون ضربه قويه كي تكون هنا في الوسط، ما تكونش هنا تجي الضربه فابله على هنا خاطرش راهي قريبه ليدك تكون الضربه. حنا جينا نقطعوا هكذا بون. حنا كاين العظمه هنا وعظمه هنا، شغل هادو عظمات. حنا كي نحطوا الموس نحطوه منا هكذا في اللحم، هذه اللحم هنا في الوسط. حنا نضربوه هنايا وين كاين اللحمه، نديروا الطريق لهنا وين كاين اللحم هكذا. هادو لي كوتلات هكذا.
روحوا للكتف. هذه وحده، هذه اثنين. هنا كاين مفصل، هنا نقدروا ما نستعملوش المزبره، نقطعوه بالموس. هنا هاولي نقطعوها بالموس. هنا ها نحيولوا هذه العظمه برك هكذا. دوك نقطعوه موايان هكذا هكذا. هنا كاين زوج عظمات في الجيكو، كاين زوج عظمات، كاين عظمه الاولانيه هذه والعظمه الدوزيام. هنا لو كان نقطع هكذا راح هذه نفسدها وتخرج تخرج مفته. هنا نقطعوا هنا نقطعوا بهذه كما نقولوا احنا بالامام، الجزء الامامي تاع المزبره نقطعوا هذه، ومن بعد نكملوا بالموس، نكملوا بالموس هكذا، ومن بعد هنا نقطعوا بهذه. ها شفت كيفاش تخرج؟ هذا تقطع تعجيل. حلاوة العيد هذا هو، ماذا بينا يقطعوا في الدار وما يروحش عند يدير طوابير عند البوشي. وبارك الله فيكم وعيدكم مبارك ونعمتكم بخير ان شاء الله.